خمس دول قد تصبح قوى عظمى وذات شأن عالمي كبير بحلول سنة 2050. في غضون 30 سنة ستتحول الاقتصادات الناشئة اليوم إلى إحدى أكبر اقتصادات العالم، وقد يتجاوز بعضها عمالقة كبار هيمنوا على الاقتصاد منذ سنوات كبيرة مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي فيروس كورونا والخصامات التجارية بين الدول العظمى كالصين والولايات المتحدة، جميع تلك الأمور ستقلب موازين القوى بلا شك، لكن بصرف النظر عن التحديات الحالية من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة على مر العقود القليلة القادمة. في الحقيقة وبحلول العام 2050 من المفترض أن يتضاعف حجم السوق العالمية، بينما توقعت الأمم المتحدة نمو تعداد السكان في العالم بنسبة 26% فقط. إن هذا النمو سيجلب تغييرات عديدة، من الصعب حتما تنبؤ ما سيحمله المستقبل بشكل دقيق، لكن معظم الاقتصاديين يتفقون على أمر واحد، أن الأسواق النامية اليوم ستصبح قوى اقتصادية عظمى في المستقبل. جاء في تقرير The World in 2015 الذي أعدته شبكة خدمات PricewaterhouseCoopers العالمية، أن 6 اقتصادات حالية من أصل الاقتصادات 7 الكبرى ستكون من الدول الناشئة على مر السنوات 30 القادمة، وستتخطى تلك الاقتصادات 6 الولايات المتحدة التي انخفضت مرتبتها وفق التقرير من المرتبة 2 إلى 3، واليابان الذي انخفض تقييمها من المرتبة 4 إلى المرتبة 8، وألمانيا من المرتبة 5 إلى المرتبة 9. حتى الاقتصادات الصغيرة نسبيا كفيتنام والفلبين ونيجيريا ستشهد قفزات ملحوظة في تصنيفها على مر العقود 3 القادمة وفقا لما جاء في التقرير. طبعا تحدثت قناة بي بي سي مع مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في 5 دول تمتاز بإمكانية نمو مفرط، وسألتهم كيف يرون تلك التغيرات السريعة التي تحدث في بلدانهم، وما المزايا التي يحصلون عليها أثناء عيشهم في تلك الأماكن، وما العقبات التي قد يواجهونها بينما يرتفع تقييم بلدانهم من الناحية الاقتصادية. أولا الصين. وفق الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوى الشرائية، وهو الذي يعبر عن حجم اقتصاد دولة ما، فالصين اليوم تعتبر أكبر اقتصاد في العالم. قد يجادل كثيرون بأن الصين أساسا قوة عظمى، حيث شهد هذا العملاق الآسيوي مكاسب اقتصادية هائلة على مر العقد الماضي، ناهيك عن قدراتها العسكرية المتفوقة. لكن الاقتصاديين يرون أن ما وصلت إليه الصين هو مجرد البداية. إن التغيرات الاقتصادية الكبرى تحدثت في الصين أمام أعين الجميع، تحدث عفوا في الصين أمام أعين الجميع، يقول روان كول مؤلف كتب الصينية بدقيقة. تحول منتزه سوجو الصناعي خلال السنوات القليلة الماضية، واليوم هو جنة حضارية تتألق بمراكز التسوق والمتنزهات والمطاعم والسيارات. لكن عندما جئت إلى الصين لأول مرة منذ 15 سنة، كانت هذه المنطقة مجرد مستنقعات وأراض زراعية. هذا أمر شائع في الصين. الصين بأكملها تتغير في إشارة واضحة لتحول المناطق النائية في الصين إلى مدن عملاقة. إن هذه التغيرات التي تشهدها البلاد تجذب مجموعة جديدة من المستثمرين والباحثين عن فرص للحصول على المال وسط هذا النمو الذي لا يبدو أنه سيتوقف. تعد شنغهاي أكبر مدن الصين مقصد الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بإنشاء شركات وبدء أعمال جديدة. يقول الأمريكي جون بابون مؤسس شركة فولكروم ستراتيجيك أدفايزرز لإدارة المخاطر المالية ومقرها شنغهاي، يقول: منذ الصباح الباكر حيث يأتي التجار إلى الأسواق الرطبة والدراجات النارية التي تصدح بأصواتها وصولا إلى فترة الليل، حيث يقضي الناس وقتهم في المكاتب، الجميع منشغل بأعماله على عكس مدينة نيويورك الأمريكية حيث عاش بابون سابقا وشعر أن الناس لا يهتمون إلا بأنفسهم. يرى بابون أن سكان شنغهاي لطفاء ولا يترددون في مساعدتك أو إسداء النصائح. إذا أردت العيش والعمل هناك عليك أن تتعلم الموندارين وهي اللغة الصينية.
وهي مجموعة اللغات التي يتحدث بها الصينيون في الشمال الغربي والجنوب الغربي من الصين، فهذه اللغة ضرورية جدا وفق بابون. بدون معرفة الماندرين ستجد أن فرص العمل محدودة جدا، وفي الدوائر الثقافية والاجتماعية قد لا تتمكن من الدخول أبدا. ثاني دولة هي الهند. من المتوقع أن تشهد دولة الهند ثاني دولة في العالم من ناحية تعداد السكان نموا ضخما على مر العقود الثلاثة المقبلة، حيث وصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة لنسبة 5%. وفقا للتقرير، ما يعني أن الهند إحدى أسرع الاقتصادات نموا في العالم. بحلول سنة 2050 من المتوقع أن تملك الهند ثاني أكبر اقتصاد عالميا، وبذلك ستتغلب على الولايات المتحدة وستسهم بنحو 15% من الناتج الإجمالي العالمي. من الواضح أن العوائد الإيجابية لهذا النمو أصبحت ملموسة ويشعر بها المواطن الهندي بقوة. يقول سوراب جيندال، وهو مواطن هندي يريد تطبيق تولك ترافل الخاص بالترحال، منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي شاهدت الهند تتغير، شاهدت أنا بأم عيني الهند تتغير أمام عيني حرفيا. إن هذا النمو الاقتصادي أدى إلى إحداث تغييرات مزدوجة في أسلوب حياة الناس، من أجواء المدن إلى اتجاهات المجتمع الجديدة التي سادت وصولا إلى الأحاديث العامة التي تدور بين سكان البلاد. فعلى سبيل المثال، شهدت أجهزة التلفزيون والموبايلات والسيارات في الهند نقلة نوعية في الجودة على مر السنوات ال15 الماضية. ويقول جيندال أن منازل الناس أصبحت أكثر جمالا ورفاهية، وكذلك أصبح السفر جوا متاحا لفئة أوسع من الناس. بالطبع لم تأتي تلك التغيرات بدون تحديات مرافقة لها، فانخفض الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من أن عدد السيارات ازداد بشكل ملاحظ. كما لاحظ جيندال ضعفا في تطبيق القوانين، ما أدى إلى تضاعف مستويات التلوث تحديدا في المراكز الحضرية مثل نيودلهي. إن هذا النمو لم يصل إلى الناس أجمع ولم يحسن من جودة حياة الجميع. هناك بعض الفئات في المجتمع التي لا تزال حتى اليوم تعيش حياة تعيسة جدا في الهند. قد تجد الأحياء الشعبية الفقيرة إلى جانب ناطحات السحاب. هناك أيضا قضية حساسة في الهند، وهي قضية التحرش بالنساء التي لا تزال مستمرة على الرغم من عدم الرضا الشعبي تجاه هذه المواقف، حيث تحاول الهند جاهدة وضع حد لأزمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي. تقول ناميتا كولكارني، وهي مدونة تعيش في ميسور، يقاس نمو البلاد بمدى احترامها لحقوق المواطنين. لذا يبدو أن الطريق أمامنا ما زال طويلا. إذا لم تشعر النساء بالأمان في الأماكن العامة، فلا يساوي هذا النمو الاقتصادي شيئا. تنصح كولكارني الوافدين بإجراء أبحاث عن الحياة في الهند قبل المجيء إلى هناك، تحديدا بسبب الاختلافات الكبيرة بين مناطق البلاد والتي تتميز عن بعضها بشدة. لكل ولاية في الهند لغتها وثقافتها ومطبخها وتقاليدها الخاصة. بالنسبة لكولكارني، فالولايات الشمالية الشرقية هي المحببة لديها. إذا فكرتم ببدء أعمال جديدة في الهند، ينصحكم السكان بأن تعتادوا على أسلوب الحياة في البلاد. فوفقا لجيندال، عليك التكيف مع الحياة في الهند، فالهند لن تتكيف معك. ثالثا، دولة البرازيل. من المفترض أن يحتل هذا البلد الجنوب أمريكي المرتبة الخامسة بين اقتصادات العالم بحلول 2050، وسيتغلب بذلك على اليابان وألمانيا وروسيا. تحوي البرازيل كمية وافرة من الموارد الطبيعية، ولوحظ نمو اقتصادها بوتيرة سريعة خلال العقود القليلة الماضية، لكنها تواجه اليوم تحديات كبيرة. فهي تعاني بشدة من الفساد الحكومي والتضخم الذي عصف بالبلاد خلال السنوات الماضية. يقول كايو بيرسو، وهو برازيلي المولد، شهدت موجة الفرح التي واكبت النمو الاقتصادي في أواخر العقد الأول وأوائل العقد الثاني من هذه الألفية. برزت طبقة وسطى جديدة في البرازيل، وكان جميع السكان يشعرون بالفخر جراء هذه السمعة الجديدة التي كسبتها البرازيل بجهد. لكن في الوقت ذاته أصبحت مدن البرازيل الكبرى كريو دي جانيرو وساو باولو باهظة جدا من ناحية المعيشة. بدا الأمر وكأن البرازيل تتقدم بسرعة تفوق إمكانياتها. فلا تملك البلاد الكثير من الممرات التجارية أو السكك الحديدية أو الطرق أو الموانئ الكافية لمواكبة هذا النمو.
في المقابل واجهت البرازيل تحديات دفعتها إلى اللجوء للتكنولوجيا بشكل مبكر. تقول الخبيرة الاستراتيجية أناليزا ناش فرنانديز التي تعيش في ساو باولو إن النمو المرتفع في الكثير من البلدان النامية يعني تضخما مرتفعا، لذا أصبحت البرازيل من رواد مجال التكنولوجيا. إن التطبيقات المكافئة لباي بال أو فينمو وهي خدمات دفع عبر الهاتف أصبحت موجودة في حياة كل برازيلي على مر السنوات العشرون الماضية وحتى قبل اختراع الهواتف الذكية. كانت هذه الخدمات متوفرة عبر الصرافات الآلية. ضرب الكساد سنة 2016 البلاد بقوة، لكن الاقتصاد يظهر بعض علامات النمو مجددا على الرغم من أن البلاد تواجه مشاكل اقتصادية. لكن من الواضح أن المستقبل واعد. فالبرازيل إحدى الدول العملاقة في مجال التعدين والزراعة والتصنيع، وتملك اليوم قطاع خدمات قوي ومتزايد النمو، ولوحظ أيضا ازدياد الاستثمارات في مجال السياحة. وبصرف النظر عن الوضع الاقتصادي في البلاد، يرحب السكان دائما بالوافدين، خاصة إذا كانوا قادرين على التحدث بالبرتغالية. فالبرازيل بلد ودود فعلا، ويرحب دائما بالأجانب. تلك إحدى صفات الشعب البرازيلي الذي لا يمتاز بالفردية الموجودة في العالم الغربي، بل هو شعب اجتماعي بالدرجة الأولى. المكسيك. بحلول سنة 2050 من المفترض أن تصبح المكسيك في المرتبة السابعة عالميا من ناحية الاقتصادات الكبرى، فقفزت بذلك من المركز 11 في الترتيب الحالي. ركزت البلاد على التصنيع والصادرات، وهذا ما دفع عجلة النمو في السنوات الماضية، لكن الظروف الاقتصادية الحالية قد أعاقت المكاسب المحتملة. يقول مدون الترحال فريدريكو أليزابالاغا وهو يعيش في بويرتو فاياتا: خلال السنوات العشر الماضية نما اقتصاد المكسيك بشكل كبير، لكن ليس إلى الحد الذي اعتقده المكسيكيون، وليس إلى الحد الذي من المفترض أن يصل إليه هذا النمو. فمثلا تضاعف سعر البنزين في السنوات الثمانية الماضية، وانخفضت قيمة البيسو المكسيكي بنحو 50% مقارنة بالدولار الأمريكي خلال السنوات العشر الماضية. لكن إذا حظيت بفرصة عمل واجتهدت في عملك، بإمكانك عيش حياة جيدة جدا، وستحتفظ بالكثير من المال مقارنة بالعيش في دول أكثر تكلفة. من الواضح أن تكلفة الرعاية الصحية ووسائل النقل أقل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. فمثلا تقول سوزان هاسكينز الأمريكية التي كانت تعيش في مكسيكو سيتي: تتراوح تكلفة سيارة أوبر للذهاب إلى أي مكان في المدينة بين 4 إلى 10 دولار أمريكي. تعمل سوزان كبيرة المحررين في موقع ومجلة انترناشونال لايفينغ، وهي تعيش اليوم في ميريدا عاصمة ولاية يوكاتان. وكما هو الحال في الكثير من الاقتصادات النامية، تعاني المكسيك من سوء البنية التحتية والطرقات، لكن الحكومة كشفت عن خطة لاستثمار البنية التحتية بمبلغ قد يصل إلى 44 مليار دولار أمريكي وفقا لرويترز. ومن المرجح أن تستغرق الخطة 4 سنوات. تختلف مناطق المكسيك عن بعضها أيضا من ناحية المناخ والثقافة، لذا ينصح السكان الوافدين الجدد بإجراء بعض الأبحاث قبل مجيئهم، وزيارة عدة مدن مختلفة في المكسيك قبل أخذ القرار بالاستقرار. بالطبع يعرف المكسيكيون بلطافتهم ومساعدة الغرباء، لذا من الأفضل أن تتحدث لغتهم قبل السفر إلى هناك. خامسا، نيجيريا. تعتبر نيجيريا إحدى أكبر اقتصادات إفريقيا، ومن المفترض أن يحقق اقتصادها نموا مستقرا بحلول عام 2050 بمتوسط نمو يعادل نسبة 4.2% في كل سنة، ما سيرفع البلاد من المرتبة 22 حاليا إلى المرتبة 14. عانت حكومة نيجيريا من الفساد، لكن يبدو أن سكان نيجيريا يملكون اتجاها استثماريا، وهو ما يدفع البلاد إلى الأمام وفقا لبيانات المراقب العالمي لريادة الأعمال. زادت نسبة المستثمرين الجدد وأصحاب ومدراء الأعمال الجديدة لتتجاوز 30% من تعداد سكان نيجيريا، وهو الأعلى نسبة في العالم. تقول كوليت
أوتوشيسو، وهي المديرة التنفيذية لأكسيليريت تي في في لاغوس، أكبر مدن نيجيريا، أن البلاد تشهد ثقافة نشاط وانشغال. وقالت أن النيجيريين عمال مجتهدون، ومن الطبيعي بالنسبة لنا تنفيذ عدة مهام في آن واحد، ما يعني أننا منشغلون دائما. حتى مشاكل البلاد مثل وسائط النقل المحدودة تحولت إلى فرص للاستثمار. تقول أوتوشيسو: لدينا الآن تطبيق مشابه لأوبر، يعتمد على الدراجات النارية للنقل. نطلق اسم أوكاداس على وسيلة النقل تلك، وهي أكثر وسائل النقل استخداما في نيجيريا، على الرغم من أنها ليست عملية جدا، لكن اليوم بإمكاننا تتبع مسار وحركة سائقي الأوكاداس، مثلما بإمكانك تتبع حركة سائق الأوبر أو سائق توصيل الحاجيات. يبدو أن سكان نيجيريا متفائلون بمستقبل بلادهم، لكنهم يدركون فساد الحكومة وقلقون من الاستثمارات الأجنبية. يقول تشيزوبا إنياوا، مؤسس موقع ترافل سولو للسفر والترحال: علينا الحذر من المصادر التي تتلقى حكومتنا الأموال منها، وعلينا الحذر من الدول التي سنسمح لها بتطوير بنياتنا التحتية والأمور المترتبة عن هكذا مساعدة، في إشارة واضحة إلى تاريخ نيجيريا الصعب مع الدول التي استغلت ثرواتها الطبيعية ومواردها الخام. على الراغبين ببدء حياة جديدة في نيجيريا السفر إلى لاغوس أو أبوجا عاصمة البلاد، فكلاهما مدينتان كبيرتان تحويان مدارس جيدة للأطفال، وتقدمان للسياح طعاما تقليديا لذيذا وأماكن عامة ونوادٍ ليلية للاستمتاع والحفلات. لكن في نيجيريا من الأفضل لك أن تكون حذرا في تعاملك مع الغرباء من السكان المحليين. يقول أونياوا: من السهل علينا التعرف على الأجانب، ما يجعلهم هدفا سهلا للمتصيدين. لذا إذا أردت السفر إلى هناك، فعليك أن تكون يقظا وحذرا من الغرباء.